أهلا بيكم. وكالعادة النادي الأهلي لا يليق به غير البطولة، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. السلة في النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي كان عنده فيها رغبة كبيرة جدا، وهو ان هو يغير شخصية السلة داخل النادي الأهلي. ده اللي حصل، وده اللي وصلنا له النهاردة بلحظة التتويج العظيمة دي. وكابتن محمود الخطيب بيحس بجهوده اللي كان حريص فيها انه يلبي رغبات جمهور النادي الأهلي. بطولة مرينا بيها بحاجات كتير جدا، بتقصي فريق بيروت بطل البطولة 5 مرات، والاتحاد بطل البطولة 6 مرات، والنهاردة الكويت الكويتي. الفرحة حاجة عظيمة، ولكن أوجاستي كمان مدرب عظيم بشخصية وبعقلية مختلفة تماما، أيضا تليق بالنادي الأهلي وبطموحاته في المستقبل.